ورحمة الله وبركاته. هتكلم على 3 نقاط. النقطة الأولانية بإذن الله هو موضوع الناس اللي أنا سمعت إن هم عمالين بيتريقوا على جلسة الرجال أو قعدة الرجالة في البيت، وإنه هيستحملوا إزاي الزوجات والزوجات إزاي هيستحملوهم والأولاد. وأتصور إنه المنحة اللي ربنا ادهلنا بالقعدة في البيت دلوقتي، أتصور إن هي هتعيد العلاقات الأسرية اللي كانت مفقودة. كلنا كنا بنعاني إنه الأب مشغول والأم مشغولة والأولاد كل واحد في وادي، واللي قاعد على الفيديو جيمز واللي قاعد على الكمبيوترز، وإنه في الأولاد بيتلقوا التعليم سواء إن أنت كنت عايش برا ولا عايش جوه، يا إما من الخادمة أو السائق، أو إن أنت لو في من أصدقاء السوق أو من الشارع. لكن أتصور إن المنحة اللي إحنا بنتعرض ليها دلوقتي، أعتذر عن الأصوات وعن الدوشة اللي حواليا، لكن المنحة اللي هي موجودة دلوقتي إن هو إعادة الارتباط الأسرة، وإن دي فرصة رائعة وأكثر من رائعة إنه الأب والأم يعيدوا قيادة الدفة من تاني، وإن هم يبتدوا يربوا ويحسنوا إلى الأولاد، وتبقى العلاقات اللي هي الأسرية اللي تفككت والارتباط اللي راح والحب والود اللي فقد في الفترة الأخيرة، وكل واحد ابتدى يشت وابتدى كل واحد يلاقي له زي مفر من هذه العلاقة، دي فرصة إن احنا نحسنها. فدي فايدة مهمة جدا، أتصور إنه لابد من استغلالها في الفترة اللي موجودة. طبعا بالإضافة إلى إنه زي ما اتفقنا إنه المنحة اللي ربنا حطنا فيها دلوقتي والفايدة العظيمة هو إن احنا نبتدي نعيد حساباتنا تاني. العالم كله توقف، عيدوا حساباتكم يا جماعة. الرسالة إذا كنت تؤمن بالله فالرسالة من الله، لو أنت بتؤمن بالمادة الرسالة من الفيروس، بيقول لك عيد حساباتك تاني، أنت غير قادر. أنا وأنا ضعيف جدا ومادة غير حية، أنت أضعف مني 1,000,000 مرة، وأنا أقدر أهزمك، والهزيمة بتكون نفسية وتخويف أكتر من هزيمة بدنية أو هزيمة صحية. وفي نفس الوقت هو ابتدى يقولك ان انت لا تستطيع التحكم في نفسك، فمتتصورش ان انت تقدر تتحكم في العالم كله. فرصة ان احنا نرجع نعيد الحسابات كله دلوقتي. still be still، فكر، stop، توقف لفترة كده وقعد مع نفسك وعيد حساباتك. مجتمعات لازم تعيد حساباتها، دول لازم تعيد حساباتها، أفراد وعائلات لازم يعيدوا الحسابات بتاعتهم دي. أتصور إن هي برضو منحة ربنا ادهلنا علشان نشوف إحنا علاقتنا مع بعض إزاي، علاقتنا كمجتمع مع بعض إزاي، هل إحنا نقدر نرجع تاني للأخلاق والعادات القديمة، إن أنا أساعد الناس الغلابة وأساعد المحتاج، وأشوف الست العجوزة اللي ساكنة فوقية، ولا الراجل الغلبان اللي ساكن تحت اللي مش قادر يمشي ويروح يجيب معاشه، أو مش قادر يجيب أكله، أو مش قادر يجيب دواء وعلاجه، نرجع العلاقات دي تاني. أنا متصور إن إحنا في فترة وفي الضائقة اللي هتحصل بعد شوية، الواحد طبعا متفائل جدا، لكن لابد من الاحتياط والحذر. مش وحش على فكرة اللي بيحصل ده، انا فرحان ان احنا نبتدي نخبز بايدينا تاني، نرجع تاني ناكل الاكل اللي هو عمايل الايد والاكل البيتي، وان احنا نرجع تاني بدل ما كل الحاجة الجاهزة والمواد المسرطنة والمواد المصنعة، يبقى الواحد ربنا نجاه. منحة والله العظيم لما نبص عليها منحة. خلصنا من الجزء الاولاني ده. الجزء التاني اللي هكلم فيه الدروشة. ما ينفعش يا جماعة واحنا مجتمعات بتحاول ان هي تحمل افراد، وتيجي مجموعة من الدروشة تقول لك لا احنا هنروح احنا نصلي قدام الجامع ونقعد نتجمع، وان كده والله العظيم انا اتصور ولا ادعي، واتمنى ربنا يسامحني لو انا كنت مخطئ، ان انت تجازى على ده وان انت تعاقب على ده، لانه ربنا ما قالش كده. ربنا قال ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. ما ينفعش ان انت تعرض نفسك والغيرك للتهلكة على ثواب يعني انت اصلا واهم، والله العظيم واهم. الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوات كان ممكن يدعو الله ويقعد في البيت، يا رب اهلك الاعداء، وكان الاعداء هيهلكوا. لا، ده راح حارب ولبس درعه واخذ بالاسباب، ده راح حارب وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام واصيب، هو ده الحياة، الاخذ بالاسباب، وان انت تعمل اللي عليك، وبعد كده يجي الامر الله، ان انت ربنا قال لك تاخد دواء، خد الدواء في عزل وفي حجر، لازم تتبعوا الدروشة، وان احنا انا مش هاخد دواء وانا هاخد علاج وربنا هيشفيني، بأمرت ايه؟
امرت ايه ده؟ ده بقول لك ده رسل واخذوا بالاسباب. طب احنا دلوقتي ما عندناش الرسل، وانت لا متدين ولا بتاع، يعني الايمان بتاعنا كمجتمع مشكوك في الايمان نفسه، فانتوا ازاي متصورين ان هو ربك هيحمينا او احنا نحن ابناء الله واحباءه واحنا بتاع ده؟ احنا حتى ما عندناش المقاومات اللي هي ممكن تستوجب الرحمه دي، ان هي استغفر الله العظيم تنزل. واحد مش عايز يعني يمنع رحمة الله يا رب يشملنا برحمته، لأنه هو عمره ما بي يعني لو ربنا بعدله هنروح في داهية. ما تفهمونيش غلط، اللي أقصده أنه يا جماعة إحنا لا ليس منا يعني المؤمنين ولا الصالحين ولا المصلحين أو اللي ربنا هيحمل وإن إحنا هيمنع أنه ينزل عندنا البلاء، بس يبقى البلاء ده مخصص لأمريكا والناس الكفار دول. يعني مش معقول أبدا الكلام الواحد بيسمعه ده. البلاء موجود ولهدف ولفائدة ولحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وجبنا إيه؟ ما ينفعش الدينار، وما ينفعش واحد ما الله أنا ما مش هيجيلنا، وإحنا متطعمين من الضرر. يا عم شعوب كلها متطعمة من الضرر، وإيران متطعمة من الضرر، وبلاد كثيرة جدا، وأصابهم الفكرة كلها. إحنا إزاي لا بد من الاعتراف، ولا بد ان احنا ناخذ بالاسباب، ولو العزل هو الحل طبعا هو الحل. انت عندك فيروس او فيروس بينتشر بسرعه جدا، الواحد زي ما قلنا لو اتساب في المجتمع والناس اللي حواليه اللي عادهم متسابين في المجتمع لمده 5 ايام الواحد هيعدي 1300 وهكذا متوالي فظيعه. فما ينفعش ان احنا نختلط وان احنا نسيب العمليه دي على سن ربنا هيحمينا. العمره ما بتيجي بهذا التصور وبهذا الشكل لمنع تبعد شويه عن المسافه. مش بقول اللي هو بعد اجتماعي، لا ابعد جسماني، بعد جسماني فقط، لكن احنا هنتواصل وهنتواد، وان احنا هنصلح العلاقات والاواصر اللي كانت قطعت. دلوقتي عندنا وقت نتصل بالاهل ونطمن عليهم، عندنا وقت ان احنا وسائل التواصل الاجتماعي الكثيره جدا، وبالفيديو وبالصوره وبالصوت ومش عارف وبايه وبزوم ومش بزوم. حلو جدا، تواصل معاهم ووصل رحمك اللي قطعت وادعوا وابتهلوا وان شاء الله خير، لكن خذ بالاسباب. لو ظهر عليك خده، لو اتقال لك انه لابد من الاحتياط لابد تاخذ بالاحتياط، وبلاش الدروشه لو سمحتوا. ما ينفعش ان الاقي مظاهرات دعاء وتهليل. هو يا جماعه هو ربنا لا يستجيب الا لما تطلع له بمظاهره. ربنا يعني وهو اقرب اليكم من حبل الوريد. انت لو قعدت وقلت الله اكبر وصليت ودعيت الله، تاكيد ربنا سبحانه وتعالى اقرب من اي حد تاني، وهو سميع مجيب وهيستجيب ليك. لا يتطلب ده ان انا انزل في الشارع وتجمعات تاني ومظاهرات الله اكبر، دروشه وبدعه، على ان كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. من الرسول عليه الصلاه والسلام، انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ طيب دي الاخر حاجه، اللي زمايل الاطباء اللي في المستشفيات، زمايل الاطباء اللي هم يعني والتمريض والطاقم الطبي كله امثالنا الحمد لله رب العالمين. ربنا مدينا نعمه ومنحه ما تضيعهاش على الفاضي. الاولانيه احسن الى المريض، عامله كويس، دي واحده. الثانيه احمي نفسك. ما ينفعش ان انا واحد اوديه سي رجل مطافئ، الرجل المطافي ده ما ينفعش اوديه الحرب او اوديه طفي حريق من غير ادويه الوقايه. ما ينفعش اديله مسدس واقول له روح طفي الحريق، يعني ما ينفعش. لازم يلبس الاجهزه او القناع والغطاء الراس والغطاء الوجه عشان يمنع عند الدروبلس او السبريز او الرذاذ ان هو بتاع اللي فيه المرض ده او فيه الفيروس ان هو يجيله. يلبس الجاون، يلبس الجوانتيات او القفازات، يلبس غطاء الرجل، بحيث الاطباء والتمريض في بلادنا وفي البلاد اللي هي مش مستعده هيتبهدلوا، وده حرام علينا. نحميهم، واول حاجه ان انت تقلل اللود وتقلل الحمل عليه، ان انا ما مخرجش بره الشارع. لان انت لو عييت انت هتجيلي، انا هعمل اللي عليا طبعا وهخدمك بعناية، وكل الطاقم الطبي هيعمل كده، بس انت عرضت نفسك وعرضتني للخطر. المستشفيات في بلادنا على قدها، متواضعه جدا، والامكانيات متواضعه جدا. ده احنا كياس الزبالة لو موجودة هنسرقها ونحطها في البيت عشان يمكن نحتاجها، ما فيش حتى كياس زبالة نلبسها. انا اسف في التعبير، لكن نخلي بالنا لو سمحتوا، اقعدوا في البيت،
خلوا بالكم من نفسيكم، واللي منكم يجي علشان اصابه المرض هنراعيه، بس ما تحملش المستشفيات فوق طاقتها، ده لو اصلا ليها طاقه. في بلادنا ممكن ما يبقاش اصلا عندنا الطاقه دي ولا الاستعداد، لكن ربك هو اللي بيستر وربك هو اللي كريم. انا تقريبا خلصت الرساله بتاعتي، الرساله ملخصها قعده البيت دي استفيدوا منها، عيدوا الاواصر الاجتماعيه، عيدوا وصلحوا علاقاتكم بزوجاتكم وعلاقاتكم بابنائكم. التانية بلاش الدرواشة حتى أبوكم، إحنا كلنا مؤمنين بالله، لكن بلاش البدع، اخلص في العبادة لله، لكن في نفس الوقت خد بالأسباب، إذا كان في دواء خده، إذا كان في وقاية احرص عليها، إذا كان في حاجة علمية سمعتها احرص عليها، بلاش الخزعبلات وبلاش الدرواشة. وما ندعيش ان احنا ربنا هيحمينا فنخرج ونشرب ونحضن ونبوس وان احنا نركب اوتوبيسات ولا الهواء، مفيش حاجه هتحصل لنا، لان احنا ربنا ذكرنا في القران، ما فيش اصلا مرجعيه للكلام ده. الحاجه الثالثه، الطاقم الصحي والاطباء في المستشفيات خلوا بالكم، احرصوا، اخترعوا. انا شفت واحدة زميلتنا جزاء الله كل خير، دكتورة زميلتنا يعني هم معانا، قطعت ازازة وحطتها على سنها وبقى في الشيلد وحطت فيها توكت شعر عشان يبقى ده الفايزر او ده يبقى ده الفيس شيلد عشان يمنع الرزاز ان هو يوصل. جزاء الله كل خير، فكرة جميلة، لازم نوصل للمراحل دي. نسأل الله السلامة، نسأل الله ان يرفع البلاء اللي هو هيرفع، على فكرة الله رحيم هيرفع البلاء وقريب بإذن الله تعالى، لكن الاختبار ده ما ينفعش ان هو يعدي من غير ما نستفيد منه. بالله عليكم حاولوا تستفيدوا منه على قد ما تقدروا، والله العظيم كله منحة وكله فوائد، بس لو نعرف نستفيد منه زي رمضان كده، كله فوائد بس اللي يعرف يستفيد منه الشاطر. يلا نخلص كلامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.